خلاص يا حمامه، بعت لك على واتساب النهارده بقول لك يا ماجد خلي بالك انا مش بحبك، ولو كلمتيني هخطفك انت وفناب اخوكي. ولا انت هند مأذن، هند مأذن. لقيتها عمالي بعتها. صالح 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 محمد 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 بص لي سلمى، بص لي كده. بقول لك ايه ندى عربي كده سلمى ماما منوره الدنيا. بص حد بص حد الشغل العالي وصل. يا أحمى يا غما فيا أما يا بي شكرا أم فرحة ما خليك تبقى ما عدا إيه دي ملوخية يا سلمى بتسخني ليه؟ سلمى انا عاوز اشوف ايه اللي مستغربتي ده. ده شوربة اهي. ما انا عارف شوربة بس. رح النهارده نعمل تحدي لو انت شوربه يا عود. شوربه ما شاء الله يا حمو. الوضع يختلف النهارده ولا ايه؟ كفته جميله قوي. يا ندى هات كنافه، كنافه عائلة كنافه، عائلة كنافه نعملوا تحدي. بص عائلة كنافه وعائلة حمامه. لا عيلة محمود. حمامة 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 حمامة. بص يا عم بص خلاص اضرب عيالك دول. خلاص يا حمامة بعت لك على واتساب النهارده بقول لك يا ماجد خلي بالك انا مش بحبك، ولو كلمتيني هخطفك انت وفناب اخوكي. ولا انت هند مأذن، هند مأذن. لقيتها عمالي بعتها. صالح 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 محمد 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 بص لي سلمى بص لي كده. بقول لك ايه ندى عربي كده سلمى ماما منوره الدنيا. ايوه عشان يبقى التحدي كده بينا. عيلة حمامه بص لها ماشي حمامه دي يا جدعان. بصوا في تحدي بقى عيلة كنافه وعيلة محمود الجامع وعيلة حمامه 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 حمامه. بص صالح صالح كنافه. طب انت متضايق ليه دلوقتي؟ عيلة كنافه كونه فخ كونه. طب انت من ده ليه؟ طب بص الناس في الكومنتات هم اللي هيشهدوا. ماشي يا حمام شايفين يا جدعان؟ ان شاء الله ان شاء الله من برضه. ضهري ضهري يا جدعان. انا معايا فيديو مصور صالح ابنك ابقى اطلعه لك دلوقتي. بيقول لي انا اسمي صالح حمامه واختي هندي مازه. مش مل باللحمه ايه؟ والله صالح ما تتكلمش يا صالح. انت بتقول لي اسمي صالح حمام. مش مل هنا؟ بتقول صالح اخوكي وهند مأذن. دلوقتي هطلعه لكم بعد الاكل. الله الله صالح حمامه؟ حمامه ابنك معترف ان هو حمامه. خدها والنبي خدها. فكر انك حمامه والنبي خدها. لسه اكلينا اول امبارح. طازه عند خطابه بس الحاج خميس خطاب. هات لي ده ماما جنانه. اه يا جدعان بقى التحدي من عائلة كنافة وعائلة حمامة وعائلة الأسطورة. بص ده 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 ايه؟ تذكر ترجع تقول عائلة كنافة وعائلة الأسطورة وعائلة محمود يا حمامة. ولا حمامة ما بتتكلمش. ولا حمامة ماما. طب ايه؟ ده بص انت طلعت حمامة مصدية كمان. ولا هو انت حمام بالفريك يا ماما الاكل النهارده ايه؟ قولي والله ماما
سلمى احنا جينا امبارح وجينا النهارده ليه؟ النهارده عشان الاكل جميل بصراحه. انا بعشق الممبار ده. رفيع ما يا ماما. خطاب رقم واحد في مصر. بس غزال جينا النهارده ليه بقى؟ كنت خدت امبارح احنا جينا النهارده ليه؟ اكل عجبك امبارح؟ اه جامد. انا ده كنافة ولا كنافة؟ طبعا معزة وحمامة حولة طبعا. عايزة الرز الأصفر. الناس بقى يا جدعان اللي عاوزة تاكل بجد سمع، لو حد عاوز جعان وعاوز ياكل يجي ياكل. في ياكل هنا من غير كلام. فين؟ عند خطاب طبعا، واحد خطاب رقم واحد يا واضح. أحلى أحلى واندا بأكله والله العظيم. انت عايزه رز؟ عايزه معلقه. انت ما جبتش رز يا حضره؟ رز الرز خلاص يا ندى. لوحه ادي بقى سلمى، خدي بس سلمى هسمعها الاكل النهارده. سلمى بس امي قاعده ايه؟ انت قاعده في الاكل مش امي قاعده في بيتها بس. خطاب يحسسك ان انت في بيتها. خطاب ملوخيه. ما هو في بالهبل اهو. ملوخيه عندنا ثلاثه ملوخيه. حاجه ثانيه ناقصه كده. ربنا يخليك يا ابو شكر. ماشي شكرا يا يوسف. طبعا مين اللي جه زارنا بقى يا جدعان؟ السلام عليكم. مين؟ عاملين ايه؟ بص يا بص على كلمه واحده بس. هربت بيها علمتوا الاثنين عملتوا فيه وبعتوه. يلا بينا. بص يا احمد. لا لا قبل اي حاجه قلت الاسطوره وقالت ايه؟ قلت الكنافه. بص يا دلوقتي عايزك تقول ندى. الناس دي اسمهم ايه؟ الناس دي اسمهم ايه؟ بص حمام. مين حمام؟ واعي واعي. خلوني فيروز الواد اسمه الصغير. بس قاعدين احنا بنمبارح. اه بص استنى. بص يا مستر احمد. انت وندى انت دول وهو دول. عايزك تقولي 10 مرات ورا بعض لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام 10 مرات ورا بعض. بتحب السمك؟ انا نسيت انت قلت ايه. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. يلا خد السمك. لحم الحمام حلال، لحم الحمام حلال، لحم الحمام حلال، لحم الحمار حرام. ايه ده يا عم بعزيها؟ انا ناوي النبي مش على خساره. طب انا اقولها لك. يلا لحم الحمام حلال، لحم الحمار حرام. بسرعه يا حبيبي. لحم الحمام حلال، لحم الحمار وحرام. حمار. احمد النهارده في تحدي بين عيد كنافه وعيد الاسطوره على الاكل. مش سهره بقوله؟ الغاز مننا ليه؟ الناس اللي احنا جاي جبت لكم ليه؟ ليه؟ عشان حبيت لمين بالله. وده صالح بيرقصني دلوقتي. اطلع لك الفيديو وهو بيقول لي اسمه صالح حمامه؟ قلت لك ايه؟ خش يلا كل. خش. قلت لي هنشرب كنافه باللبن. ايه كنافه اهو. معلم واحده كنافه بالمانجا كلها بالشوكولاته. كنافه شوكولاته صح؟ ايه ولا ولا